مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من عين على مصر. في حلقه هذا الاسبوع بعد سجنه لعامين واربعه اشهر، اخلاء سبيل مبارك ووضعه قيد الاقامه الجبريه، والسعوديه تعلن استعداد الدول العربيه لتعويض مصر عن اي مساعدات يتم التهديد بقطعها، والبورصه تتماسك وتصمد في وجه الاضطرابات الامنيه في الشارع المصري. ولكن كالعادة دعونا نبدأ مع أبرز الأخبار الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال هذا الأسبوع والتي يستعرضها الزميل عبد الرحمن البسيوني. وزير المالية المصري يعلن أن مصر تعتزم تفادي زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق واستخدام المساعدات التي تعهدت بها الدول الخليجية لمصر بأن تخفض العجز في الموازنة بطريقة مباشرة، مشيرا لأن السنة المالية المنتهية في 30 من يونيو الماضي سجلت مصر عجزا في الموازنة يعادل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي. وزارة الاستثمار تعلن أنها تلقت تأكيدات من الشركات العالمية وفي مقدمتها الكترولوكس وتويوتا وجنرال موتورز التزامها بخططها وبرامجها الاستثمارية في مصر، معربين عن ثقتهم في الآفاق الاقتصادية الرحبة التي من المنتظر أن تنعم بها مصر فور استقرار الأوضاع السياسية والداخلية بها. وزير التخطيط المصري يعلن أن الحكومة أعدت خطة استثمارية للفترة المقبلة باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه سيتم طرح تلك المشروعات أمام الاستثمارات العربية. أهلا بكم من جديد. مرسي داخل السجن ومبارك خارجه، هذا هو الحال في مصر بعد الحكم القضائي الذي صدر بإخلاء سبيل مبارك في آخر القضايا التي كان محبوسا احتياطيا على ذمتها، وهي قضية هدايا الأهرام. ورغم الحكم بإخلاء سبيله إلا أن رئيس الوزراء المصري أصدر قرارا بصفته نائبا للحاكم العسكري بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية. التقرير التالي يرصد أبرز المحطات التي مرت بها محاكمة الرئيس الأسبق وأيضا أبرز الاتهامات التي وجهت إليه. أكثر من عامين وأربعة أشهر قضاها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في محبسه يواجه العديد من الاتهامات في محاكمة عرفت بمحاكمة القرن. بدأت رحلة المحاكمة لرئيس حكم مصر 30 عاما بعد أيام من تنحيه عن الحكم، حيث أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال مبارك وأسرته في ظل اتهامات بتورطهم في قضايا فساد مالي. ثم وجهت لمبارك اتهامات بقتل المتظاهرين السلميين واتهامات لنجليه علاء وجمال بالتربح واستغلال النفوذ. وصدر قرار من النائب العام بحبس مبارك ونجليه 15 يوما على ذمة التحقيقات، ثم إحالته ونجليه إلى محكمة الجنايات لتبدأ في شهر أغسطس من عام 2011 أولى جلسات محاكمة القرن. دخل مبارك للمرة الأولى قفص الاتهام محمولا على سرير المرض، ووجهت إليه النيابة العامة وابلا من الاتهامات بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام والفساد المالي وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، حيث طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام على مبارك ووزير داخليته حبيب العدلي. وعلى مدى 10 أشهر كاملة استمرت جلسات المحاكمة حتى قضت محكمة الجنايات بالسجن المؤبد لمبارك والعدلي في قضية قتل المتظاهرين مع تبرئة مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل. ولكن محاكمة القرن أبت أن تتوقف عند هذا الحد، فمع بداية العام الحالي قضت محكمة النقد بإعادة محاكمة مبارك والعدلي وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة ضدهما، وتوقع الكثيرون حينئذ أن يتم إطلاق سراح مبارك بعد انتهاء مدة حبسه احتياطيا، ولكن اتهامه في قضايا أخرى حال دون إخلاء سبيله، حيث واجه مبارك اتهامات تتعلق بالفساد المالي وتم حبسه احتياطيا على ذمة قضية القصور الرئاسية قبل أن تصدر المحكمة قبل أيام حكما بإخلاء سبيله مع استمرار حبسه على ذمة قضية تلقي أموال وهدايا بدون وجه حق من المؤسسات الصحفية فيما عرف حينئذ بقضية هدايا الأهرام. ولكن فريق الدفاع أثبت أن مبارك سدد كافة الأموال المطلوبة للتصالح في هذه القضية، فما كان من محكمة الجنايات إلا أن قررت إخلاء سبيله. فيما وصف بأنه موقف عربي مشرف بكل المقاييس إزاء ما يحدث في مصر، أعلن وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل أن الدول العربية على استعداد لتعويض مصر عن أي مساعدات يتم التهديد بقطعها. يأتي ذلك بعد أن تزايدت حدة الانتقادات والتهديدات الأمريكية والأوروبية في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها مصر منذ ثورة 30 من يونيو. هي حالة من التباين بل والانقسام في المواقف الدولية إزاء ما يحدث في مصر من تطورات سياسية وأمنية. معسكران أحدهما أوروبي أمريكي رافض لما يصفه بالانقلاب العسكري، وآخر عربي داعم لتدخل الجيش لتنفيذ إرادة ملايين المصريين.
ففي الكونجرس الأمريكي تتعالى الأصوات مطالبة إدارة الرئيس أوباما بتعليق المساعدات لمصر، وبخاصة تلك المساعدات العسكرية التي تصل إلى نحو 1,300,000,000 دولار، بينما يدعو الأوروبيون لإعادة النظر في العلاقات الاقتصادية مع مصر، بما في ذلك تعهدات الاتحاد الأوروبي بمساعدات للقاهرة تصل إلى نحو 5 مليارات يورو. ولكن الحكومة المصرية بدت هذه المرة أكثر تماسكا إزاء هذه التهديدات، مؤكدة أنها لن تسمح بأن تكون المساعدات وسيلة ضغط على القرار السيادي المصري. تنويه بسحب المساعدات أو وقف المساعدات نتيجة في هذه المرحلة شيء بالنسبة لنا مرفوض. القضية المطروحة مصريا أكبر بكثير من التعامل معها من زاوية مساعدات هنا أو هناك. هناك تحدي حقيقي نعمل على تعامل معه وفقا للقواعد الدولية ووفقا للسلمية. أما الفريق الثاني فهو الفريق العربي الداعم للتغيير السياسي في مصر، والذي لم يتوانى بعد ثورة 30 من يونيو في إعلان دعمه السياسي لخارطة الطريق التي أعلنها الجيش، بل ودعمه المالي لمصر من خلال حزمة مساعدات قدمتها كل من السعودية والإمارات والكويت بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار، وهو ما اعتبره الكثيرون إنقاذا للاقتصاد المصري خلال أزمته الراهنة. فرق كبير جدا، هذه المساعدات يعني أضعاف ما يأتينا من الغرب. ثانيا أنها تأتي ومصر لها سيادتها في توزيع هذه المعونات، يعني لا توجد أي شروط تأتي من السعودية أو من أي دولة أخرى مانحة سواء من الإمارات أو غيرها في توجيه هذه المساعدات إلى اتجاه معين، عكس ما يأتي من الغرب. في الغرب بيحددوا مجالات للإنفاق، بيحددوا نوعية من المساعدات غالبا بتعود مرة أخرى إلى الخبراء الأمريكان اللي بيجوا ينفذوا هذه المشروعات ولا الشركات، يعني الاستفادة بتكون قليلة جدا. أما قطر والتي وجهت إليها العديد من الاتهامات بأنها كانت الداعم الرئيس لنظام حكم جماعة الإخوان المسلمين، فتبرأت من هذه الاتهامات بعد ثورة 30 من يونيو محاولة تارة التدخل لإيجاد مخرج للأزمة السياسية الحالية، وتارة أخرى بالتأكيد على استمرار مساعداتها لمصر، وأن هذه المساعدات لم تكن لنظام الإخوان المسلمين وإنما للشعب المصري. ولإلقاء المزيد من الضوء على المواقف الدولية المختلفة إزاء ما يحدث في مصر، التقينا هذا الأسبوع بالدكتور سعيد اللاولي، وهو خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. الدكتور سعيد أكد خلال اللقاء أن الموقف العربي الداعم لمصر سيكون بمثابة ورقة ضغط على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتعديل مواقفهما إزاء الأزمة المصرية والتوقف عن استخدام المساعدات للضغط على الحكومة المصرية. أول درس في العلاقات الدولية أنه لا صداقات دائمة ولا عداوات دائمة، فقط المصالح الدائمة. وبالتالي الدول الغربية كلها والمجتمع الدولي بشكل عام يبحث عن مصالح. المصالح الموجودة مع مصر بشكل أو بآخر تتبع كل دولة على حدة، تتبع فرنسا، تتبع ألمانيا، تتبع أمريكا، تتبع أسبانيا، كل دولة مصالح معينة. وتعلم أن هناك مشكلة داخل حتى الاتحاد الأوروبي، يعني تغريب المصلحة الوطنية بتاع كل دولة على المصلحة العامة بتاع الاتحاد الأوروبي كله. ورغم أن الاتحاد الأوروبي فيه 28 دولة إلا أنه لا يمثله إلا ألمانيا باعتبارها 75% من ميزانية الاتحاد الأوروبي بتدفع ألمانيا وحدها، والرمز السياسي هو فرنسا. لكن لم نستطع أبدا أن نقول عن الدول الأخرى، يعني لا أريد أن أذكر أسماء الدول، لكن لا تعبر بشكل آخر عن الاتحاد الأوروبي. يعني أي بدون فرنسا وألمانيا لا يمكن لا أن نجد موقف موحد من الاتحاد الأوروبي تجاه ما يحدث. بالضبط، أعتقد. والحق يقال أنه في زمن جاك شراك عندما كان رئيسا لفرنسا، وفي زمن شرودر عندما كان مستشارا في ألمانيا، كان هناك رغبة في أن تستقل ألمانيا يعني قرارها عن القرار الأمريكي بشكل أو بآخر. لكن الآن مع فرانسوا أولاند الحق يقال ومع ميركل، أعتقد أن أوروبا عادت إلى بيت الطاعة الأمريكي راضية مرضية. أعتقد الموقف الأمريكي سيتغير، لأنه حتى هذه اللحظة لم يسمى ما حدث علنا ورسميا بأنه انقلاب عسكري. ولكن يا دكتور، ما يهم مصر الآن الحديث الدائر في مصر هو مسألة المعونات والمساعدات الأمريكية. هل بالفعل الإدارة الأمريكية قادرة الآن على اتخاذ قرار جريء بوقف المساعدات وخاصة المساعدات العسكرية عن مصر؟
أعتقد أن هذا السؤال مهم جدا، لأنه يسنح في نفوس الكثير. الشائع، الخطر الشائع، هو أن الدول المنوح إليها هي التي تستفيد فقط من المعونة أيا كانت هذه المعونة. لكن أيضا ما أود أن أشير إليه أن الدول المانحة نفسها تستفيد. أمريكا تستفيد من هذه المنحة كما تستفيد من مصر، لكن على أي حال هناك محاولة ضغوط على مصر تسير في اتجاه معين. لماذا؟ لأن محمد موسى النظام السابق والرئيس المعز كان قدم للولايات المتحده الامريكيه واسرائيل ما لم تكن تحلم به قط. على اي حال امريكا تبحث حاليا في وقف المعونات العسكريه، لكنها لن تفعل هذا، لانه حتى من زمن عبد الناصر وقبل عبد الناصر في سنه 53 كان هناك تلويح بهذه المعونه بشكل او باخر، لكن هذه المعونه حاليه مرتبطه بمعارضه اتفاقيه كامب ديفيد، وبالتالي اذا منعت هذه المعونه يمكن ان نمنع اشياء معينه خاصه بال اتفاقية، وهذا شيء لا ترضى عنه أمريكا ولا ترضى عنه إسرائيل، لأنه كما قال محمد حسين هيكل إسرائيل هي التي ترسم السياسة في الشرق الأوسط. هل تعتقد أن مصر لديها بدائل عن المعونة الأمريكية؟ يعني الدكتور حازم الببلاوي خرج بتصريح يقول فيه يعني ما معناه فلتذهب المعونة الأمريكية إلى الجحيم، لدينا بدائل. البدائل المتاحة هو كانت مفاجأة في الواقع لنا، الموقف المشرف الذي أخذته المملكة العربية السعودية والعالي السعودي على وجه التحديد، ولم يكن موقف خاص به أنه هناك معونات ستزور وستأتي معونات أخرى من الدول العربية من السعودية الإمارات الأخرى، ولكن أيضا يعني عندما أرسل العالي السعودي الوزير الخارجية السعودي والحديث مع فرانسوا أولاند في فرنسا، فتغير موقف فرنسا إلى حد ما، وعلى الأقل فإحنا في مرحلة الصمت. الصمت الى رسامه يتغير هذا الموقف ويكون في صالح القضيه المصريه، باعتبار ان الوزير الخارجيه السعودي اقنع فرانسوا اولاند بانه اعطاء مصر الفرصه لكي تختبر خريطه الطريق لخريطه المستقبل للصخره الرئاسيه التحول الديمقراطي بشكل عام. هل تعتقد ان الموقف العربي قادر على تغيير السياسه الاوروبيه والامريكيه تجاه ما يحدث في مصر؟ وخاطر الضغط العربي يعني ان صح التعبير؟ قادر من ناحيه ان السعوديه ودول الخليج رهنت على الاستثمارات التي تؤديها او تقوم بها في الدول الافريقيه الاوروبيه، والدول الاوروبيه ايضا لها استثمارات موجوده في دول الخليج. اعتقد ان المساله هنا تتعلق بالمصلحه لا المبادئ ولا القيم، وبالتالي اعتقد ان الدول الخليج ضغوطها يمكن ان تؤدي الى تغيير الموقف الدولي كله، وهذا ما يمكن ان نراه حاليا. قول لي يا دكتور، اليس كافيا ان تدعم الولايات المتحده واوروبا الرئيس المعزول وجماعة الإخوان المسلمين بشكل عام ليكون ذلك دليلا كافيا للمتعاطفين مع نظام جماعة الإخوان المسلمين على أن هذا النظام لم يكن يعمل لمصلحة مصر أو حتى للمصلحة العربية بشكل عام؟ هو أن ألا يعمل لمصلحة مصر هذا مؤكد، وألا يعمل لمصلحة المنطقة العربية والإسلامية بدون شك الإسلامية الصحيحة، لأن هنا نحن نعيش حربا إرهابية، وجماعة الإخوان جماعة إرهابية ملوك نظرنا وتسقط في نظرنا كثيرا جدا. أعتقد أنه لابد أن تضع النقاط على الحروف ونقرأ الأشياء كما ينبغي أن تقرأ. أعتقد أمريكا ستعيد حساباتها لأن إرادة الشعب فوق الجميع. نذهب الآن إلى فاصل وبعده دعوات لإعادة النظر في العلاقات التجارية والسياحية مع تركيا، تابعونا بعد فاصل.